طبعا يعني أنا طريقة سفري ما كانت سهلة، ما كانت سهلة أبدا، فنحن ذقنا الأمرين لكي نصل إلى هنا، فواجهنا الكثير من المصاعب والمشاكل. وأنتم تعلمون مشكلة المعابر وصعوبة السفر. صحيح. طيب بلاش نحكي عن المعابر، أنت صرت بالدوحة، أنت سعيد مبسوط من قلبك؟ طبعا أنا سعيد لأنه بدي أبني مستقبلي، أنا نفسي أبني مستقبلي، نفسي طفل فلسطيني، فلسطين بكرة تقول أوه في طفل فلسطيني واحد بس عنده مستقبل كويس، حرام عليهم. وإن شاء الله رح يكون في أطفال كثير كمان زيك عندهم مستقبل كويس. شو بتفكر بالمستقبل إنك تكون؟ يعني أنت هلأ رح تدرس وبعد في سنين طويلة رح تدرسها، شو بتفكر تعمل بالمستقبل؟ طبعا بفكر اني اكون عالم ورائد فضاء، اطلع اكتشف كواكب، اصير عالم اكتشف اشياء. فلسطين تقول في طفل، بس طفل واحد بس انه تفتخر فيه، حرام عليهم. اسرائيل بسو اسرائيل الاسرائيليين بسووه هذا حرام. طيب انت طلعت خارج غزة، في بعض اطفال زيك واصحابك ورفقاتك لساتهم موجودين في غزة، شو بتقلهم انت؟ شو بتتمنى انه يكون يصير معاهم؟ طبعا اني اقول لهم انني لن انساهم، انني لن انسى اطفال غزة ولن انسى اطفال فلسطين، بما انني حصلت على لقب سفير اطفال فلسطين فلن انساهم، وعهدي لهم ان ابقى دائما مخلصا لهم، اطالب بحقوقهم التي سلبت منهم، وادافع عنهم بكل ما استطيع من قوة. ما شاء الله، أنت تتكلم الفصحى أكثر مني، أحسن مني يا أحمد. الحمد لله ربنا. برافو عليك، يعني أنت شاطر في المدرسة، ذكي وشاطر. الحمد لله. أوكي، أنت ناشدت الأمم المتحدة إنه تتدخل دائما، ما سمعوك؟ يعني فتحوا المعابر، ما انفتحت المعابر وما زال الاحتلال. انقهرت أنت؟ يعني هل انزعجت، تضايقت من ذلك؟ نعم أنا تضايقت كثيرا، لأن المعابر تأخرت على مدرستي ما يقارب الشهرين من الزمن. والحين هلأ خلاص رح تدرس في قطر؟ الحمد لله. أوكي، طيب كيف يعني ممكن تنسى شو صار بغزة مثلا؟ أنت تدرس الآن في غزة، في الدوحة، وستتابع دراستك بالدوحة، وممكن تنسى كل أصحابك وكل اللي صار معك، كيف ممكن تقول لهم انه انت ما راح تنساهم؟ طبعا انا غزه بلدي، غزه اللي انولدت فيها، غزه اللي فيها ترابي، غزه اللي فيها ترابي الغالي، غزه كل شيء، انا ما بتخلى عن غزه، ما بنسى اصدقائي، ما بنسى امي واخواتي، ما بنسى حدا انا، ما بنسى حدا في غزه، لانه غزه. حبيت اسالك يا حبيبي، انت طفل ومسؤولين عنك مش فقط أهلك، مسؤولين عنك المسؤولين الفلسطينيين، مسؤولين عن القضية، مسؤولين عن كل شؤون حياتك، بس هؤلاء الكبار الآن يختلفون، أنت كطفل شو ممكن تقول هؤلاء الكبار المسؤولين سواء في الضفة أو في غزة باعتبارك طفل هم مسؤولين عن مستقبلك، شو كلمتك لهم؟ طبعا أنا بناشدهم أنهم يعملوا الوحدة الوطنية، بناشد الرئيس محمود عباس وبناشد الرئيس اسماعيل هنية انهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض يعملوا وحدة وطنية. حرام، احنا كل اللي بيصير اطفال غزة، انتوا توي شاهدتوا المنظر، وانا بروح وباجي وبتعب، انا بذلت كل جهدي علشان اصل هنا. انا بناشدهم، الاطفال الفلسطينيين بيصرخوا، الاطفال الفلسطينيين جعانين، الاطفال الفلسطينيين بدهم يفرحوا، بدهم يلعبوا، بدهم فلسطين مستواها يعلى لفوق، بدهم فلسطين تصير كدوله حره. هم ليش مختلفين يا احمد؟ ليش؟ لانهم لم يصنعوا وحده وطنيه. يجب عليهم ان يتحدوا.
يتحدوا ويحطوا ايديهم بايادي بعض. انت بتسمع، بتعرف شو عم بصير بغزه او بتضفي من الاخبار؟ بتسمع تلفزيون يعني، بتشوف التلفزيون بتسمع، ولا ممكن من اهلك بيقولوا لك او الناس اللي حواليك بيقولوا لك؟ طبعا انا الصراحه يعني بحب اشاهد اخبار كي ادرك ما يجري حولي، ولكن ليس كثيرا، انا لست اشاهدها كثيرا. انت لازم تشاهد رسوم متحركه مثلا او شيء غير الاخبار، صحيح؟ لانه بعمرك الاطفال يشاهدون رسوم متحركه وبرامج طبعا، ولكن انا بالنسبه لي انا ما بفضل التلفزيون. انا طبعا بالنسبه لي بفضل تعليمي، انا بهتم بتعليمي وبدراستي، بهتم باطفال غزه، بهتم بغزه، بهتم بالدوله. برافو لي. طيب قبل ما نطلع على الهواء، انت سمعتني شي شعر بالانجليزي اسمه Palestine will be free tomorrow. خليهم يسمعوها هيك بشكل واضح، الناس اللي ما بيعرفوا عربي حتى كمان يفهموا عليك. من كلماتك يا احمد؟ طبعا لا. يلا حبيبي قول. Palestine tomorrow will be free. Every day we tell each other that this day will be the last. And tomorrow we all can go home free. And all this will finally end. Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. No mas, no further to wipe away my tears. That's why I want to cry. I feel stuck, but I will show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never had any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I see these rockets and bombs shining in the sky like drops of rain in the sunlight, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lies? I know that I'm only a child, but your conscience is still alive. I have carried with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. يكفي حبيبي، بس حبيت أقول لك شيء. أنا كمذيع صحفي قضيت 15 سنة في التلفزيون، هذا أهم لقاء حضرته في استوديو في حياتي. أشكرك. طيب وإن شاء الله فلسطين رح تكون حرة في يوم من الأيام مثل ما بتتمنى. هاي صورتك ورا وأنت صرت كثير مشهور يا أحمد. يعطيك العافية. أوكي يعطيك العافية. بالتوفيق حبيبي، بالتوفيق. لكم التعليق. إذن كانت هذه بقية قصتنا لهذا اليوم، وغدا ننتقل إلى قطاع غزة ليروي لنا وائل الدحدوح بقية لقصة أخرى في سلسلة التقارير الخاصة بذكرى الحرب على غزة. هنا كان بيتهم، وهنا كان مهراق دمهم، هنا ولد الدلال، كبرت وترعرعت، وهنا دفنت ذكرياتها وطفولتها. وبعد عام من ذلك كله بدت طامعة في شيء واحد فقط، هو الأمن والاستقرار، خوفا على منازل وذكريات أخرى.